بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك؟ انا كده مبسوطه، انا عايشه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا ياما، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. وامور ياما. خير في سلامه وسلامه في خير يعني امك. عظمه ياما. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر يسطا. شيمين ياما. قال لك يمال حاضر يسطا. يمال ياما. كل حاجه حاضر يسطا، حاضر يسطا. اما هو 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 مين اللوسطى اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه انا اهو. ياما هو ده ياما، هو ده اسطى ياما ولا ياما؟ ده ناجي بيه عطالله. عطالله؟ ايوه، ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص. لا يا حسام، كنت بتعيط ليه؟ بس دي أول مرة أسيب أبويا لوحده، صعبان عليا أوي يا بيتش. خلي بالك منها، أنت قعدتني. انت راجل البيت دلوقتي. هتوحشني قوي يا زهير، هتوحشني قوي، حتى كمان ما فيش تليفون. معلش يا رب، اقل من شهر ان شاء الله هرجع على طول. ربنا يجيبك بالسلامة يا ابني، ربنا يجيبك بالسلامة. يا رب احميه يا رب ووفقه ورجعه ده بالسلامة. اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جبيه. كلامك بحلوة يا شيخ حسن. مالك يا زاهر؟ لا قصدي اول مره اسيب فيها امي. بس انا اجي باشا، ما واحد بيعيط على ابوه والتاني بيعيط على امه. تلم نفسك يا ابراهيم، مش ناقصك من اولها. بس بقى ما تتلم. يلا اتلميت يا باشا. الملاه في السعد. بقول لك البشاره الحلوه جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت ازاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليله امبارح. شفت يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال ايه؟ احنا كلنا زي ما احنا كده، لابسين ابيض في ابيض وماشيين في حديقه غناء وارفة الأشجار. نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه يا شيخ حسن؟ إن موعدنا الجنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أمواتا؟ شيخ حسن، هو انت بالنسبه للمنام عندك يعني بيبقى كله في الاخره؟ ما فيش حاجه في الدنيا؟ ايه اللي اخره؟ احنا مش معانا 8؟ الغيب حجته معاه. اهو جه اهو يا باشا. Oh,
امسك. لا مؤاخذة يا باشا، أنا عارف إنك زعلان مني، بس صدقني أنا قاعد مستني حضرتك من الفجرية، وأول ما الميعاد هبق أمي اتشكلت في الحتة، سلبت أمي من الخناقة وجيت لحضرتك جري. أنا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس أعمل إيه بقى في الولية أم ثابت؟ دلقت على أمي جاردة المية وسخة، أمي بقى ما سكتتش، قامت طالعة جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقة، والراجل بقى الراجل هو جوز الولية أم ثابت ده نزل قال إيه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره، ما أنت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الولية أم ثابت. جوز الولية أم ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذة لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ اه يكارك. والولية أم ثابت رمت علامك ميه وسخة ليه؟ أصلها مرة كيادة، مرة كيادة يا باشا، بتكيد أمي عشان إحنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله أنا بتراقي واحد في حتة البيت أجيبه أرض أرض، ولعلمك يا باشا أنا أمي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. أنت هتقلب دماغي؟ أنا مال أنا ومال أمك وأم ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير وصلت. اطلع بريم. أنا أروح فين إن شاء الله؟ بورسعيد. إيه ده باشا؟ هو أنت مش كنت قلت لي إن إحنا هنهبق على بنك في إسرائيل؟ آه. إيه إسرائيل احتلت بورسعيد؟ يا جدعان حد يكلمه. خلاص حد يكلمه. خلاص. بدل ما أغلط فيه. أنا آسف يا باشا، أنا آسف كبير. اطلع إبراهيم. أقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا إيه؟ يا لوم يا لوم يا لوم. علي يا نعمة يا كبير، انت الشغل معاك لذة لذة، يعني رز وسمك وفصفور والبحر كمان، ده احنا في الجنة. بقولك يا كبير، انا من رأيي يعني ان احنا بعد ما نهبق على البنك ده ونسطفه ندور على بنك تاني على طول كده، حموتها في حموتها كده على طول دورة. ده انت تفتكر بعد ما هتسرق البنك ده هتحتاج بنك تاني تسرقه؟ مش احسن من نقعد عطيه يا باشا؟ ده الايد البطاله نكسب. اهو الطمع ده هو اللي هيودينا ورا الشمس. القناعه كنز لا يفنى، هو بنك واحد كفايه. ها نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يا شيخ حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا احنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه يا باشا؟ اتكل على الله. ليه ايه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبه حلوه. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. انت ليه يا ابراهيم محسسني كده ان احنا طالعين رحله؟ واخد المساله ببساطه ورايق قوي. احنا داخلين على عمليه خطيره،
عملية شبه انتحارية. أي خطأ قد كده ممكن يودينا في داهية. فاهم يا إبراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا أن سنغزو أعدائنا في عقل دارهم حتى لو متنا. متنا؟ متنا إيه؟ متنا إيه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فالله رافع لك. وأنت عبد الجليل؟ بص يا كبير، أنا بدل ما أهبق على الحتة عندنا وأقعد أبطك على العيال، إحنا نهبق على الناس المفترية دي. هما أولى. وأنت تهامي؟ أنا جعان يا باشا، وأنا لما بجوع ما بعرفش أفكر. إنما سيادتك ما قلتلناش يا باشا، إشمعنى البنك ده بالذات اللي هنسرقه؟ اليهود احتلوا فلسطين بعد ما عملوا مجازر وطردوا أهلها الشرعيين. خد بالك، قال إيه بقى حجتهم في دي؟ إنهم كانوا في الحتة دي من 3000 سنة، قعدولهم شوية وهم هناك. خد بالك، بعد الحرب العالمية الثانية إسرائيل طلبت ألمانيا بمليارات تعويض على اللي عمله هتلر في اليهود، ومحدش يتكلم. الألمان دفعوا لهم ولسه بيدفعوا لهم لغايه دلوقتي. واليهود يقول لك ايه؟ ده حقنا. بعد كده تدوروا على سويسرا. ايه بقى؟ قال لك احنا جدودنا كانوا حاطين فلوس في بنوك سويسرا ايام الحرب. احنا عايزين الفلوس دي. خدوا من سويسرا مليارات. وقالوا ده حقنا. ومحدش يتكلم. احنا كمان من حقنا. ناخد حقنا. يا نجيبيه الحق لا يموت ابدا. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. يا أمين يا أمين يا أمين. أيوة بس إحنا لينا حق عندهم يا باشا. أمال إيه؟ بني إسرائيل لما خرجوا من مصر خدوا معاهم ذهب وفضة ونحاس بما يساوي مليارات دلوقتي. يا ولاد الحرامية، أتاري سعر الحديد ولع في مصر. بنك اليوم مين اللي إحنا عناصته عليه في ما لا يقل عن نص مليار دولار. فضل ونعمة نجبيه، بارك الله في القليل. الفلوس دي جزء من المعونة الأمريكية العسكرية اللي إسرائيل بتدفع منها مرتبات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي اللي دمر غزة ودمر الجنوب وقتل المدنيين. الفلوس دي هناخدها من هناك ونجيبها هنا في مصر، وكل واحد هياخد نصيبه. وزي ما روحنا زي ما جينا. يا أمين يا أمين يا أمين يا أمين. بقولك إيه يا ابني، ما تشوفوله يا أمين ده راح فين؟ الست صوتها بتنبح من الصبح. سيبك منها يا باشا، الست دي دماغها مش مظبوطة. بس يا باشا مش كان كفاية 4 عشان يقوموا بالعملية دي؟ على الأقل كده كان كل واحد خد له 125 مقفولين. على النعمة يا باشا، الواد ده طماع وزبالة، ولو جه معانا العملية دي هتفشل. ما بلاش انت تتكلم عن الفشل يا ابو نطة. انا بقول طالما احنا مش متفقين مع بعض كده روحوا انتوا وانا روح. اخرس ياض انت، هو محدش له قرار في الموضوع ده غيري. فمين؟ تسهيل يا باشا. يا دي النور يا دي النور، اتاري بورسعيد منوره يا جدعان. ازيك يا ناجي بيه؟ ازيك يا ناس فرج؟ اقعد. منورين يا شباب. حماد، المشاريب دي عندي ما تحسبش البهوات على حاجه. احنا يعني مش جايين نغرمك يا ريس فرج. ده من بعد خيرك يا ناجي بيه. عملتني ايه في الفيلا اللي قلت لك عليها؟ الاولاد بقالهم يومين ما ناموش، نفسهم يناموا. انا بس عايز اعرف انت ليه مصمم على بور فؤاد؟ ما بورسعيد مليانه فيلل وشقق وعلى البحر واخر الاجه. يا سيدي، هو انت اللي هتسكن ولا انا؟ انا عايزها بور فؤاد. خلاص ما تزعلش يا ناجي بيه، انا عامل عليك سعرها حرق شويه. انا كلمتك في السعر؟ أنا ناقشتك في سعر خالص. خلاص 10 دقايق على ما نشربوا الشاي، الواد يجيب المفاتيح ويجي. 10 دقايق، العيال هيناموا على روحهم. خلاص يجوا يريحوا عندي في البيت. يريحوا عندك في البيت؟ بقى كل دول هيريحوا عندك في البيت؟ يا أمين يا أمين يا فرج، هو أمين لسه ما جاش؟ لسه يا أم أمين، خش نام أنت ولما يجي أنا هندي عليك. اديني قاعده مستنياه لحسن يجي يلاقيني نايمه، ما يرضاش يصحيني. يا ست خش نام انت، قلتلك اول ما يجي انا عندي عليكي. انا مش جايلي نوم، الواد وحشني. مسكينه الست دي يا ناجي بيه. الاهواجي بيقول ان مخها ضارب. قطع لسانه، هو في بورسعيد كلها زي ام امين؟ دي عقلها يوزن بلد، دي ست كمل وتوزن 10 رجاله. طب وامين سايبها كده ليه؟ أمين مش جاي تاني يا باشا،
ليه؟ أمين مات من 5 سنين. أمال هي بتندع على مين؟ بتندع على أمين. أنت مش قلت أمين مات؟ أمين كان شغال في البوليس على الحدود، وفي يوم جاله عيار من الإسرائيليين خلص عليه. آه أنا فاكر حاجة زي كده، حتى الإسرائيليين قالوا إن عيار طايش واعتذروا، وإحنا قبلنا الاعتذار. أم أمين ما قبلتوش ولا صدقت إن أمين مات، لا حضرت الجنازة ولا الدفنة ولا حتى عيطت عليه، وفضلت مستنية في البلكونة كده قاعدة على الأمل ده. أمال هي بتصرف منين؟ المحافظة عملت لها قرشين وبتاخد المعاش بتاع أمين، بس ما بتصرفش منه، بتحوشهوله في البوسطة، عايزة اتجوزه بيه. خير يا حاجة. مين حضرتك؟ أنا ناجي عطلة، القائد بتاع أمين أمين. اتفضل يا سعادة الباشا، اتفضل، اتفضل حضرتك. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. والنبي يا بيه، أمين بقاله كتير قوي ما نزلش، وحشني، وحشني قوي يا بيه. يا ريت حضرتك تديله أجازة 48 ساعة، لا 24 ساعة، أشوفه بس ويرجع لكم تاني. تعرف يا حاجة احنا معتمدين على أمين قد إيه؟ ده الراجل مفيش زيه، حتى كمان هو اترقى دلوقتي. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، ربنا يخليك. والنبي ده أمين هيفرح قوي لما أحكي له على الكلام الحلو اللي أنت قلته عليه. أنا بس مش عايزك تقلقي عليه، أمين في مهمة عظيمة وإن شاء الله ربنا هيوفقه فيها. أنا جاي لك يا حاجة بنفسي عشان حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا بلغني إنك أنت ما بتناميش وقلقانة عليه. طمني، أمين زي الفل. نامي، نامي واستريحي يا حاجة. الحاجة التانية، هو بعت لك المبلغ ده، عايزك توضبي البيت وتجيبي كل حاجة نفسك فيها، وإن شاء الله كل شهر هيبعت لك مبلغ زيه. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. هو أمين ساب الداخلية؟ لا، إنما هو دلوقتي بعثة، بعثة جميلة جميلة جدا، وربنا غناه، مش محتاج حاجة. عيشي أنت، عيشي وانبسطي عشان هو كمان يبقى مبسوط. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، ربنا ما يحرمناش منك أبدا. دلوقتي بقى تخشي تنامي وتريحي جتتك وتنبسطي، مش خلاص اطمنتي؟ هو أمين هيجي امتى؟ قريب، قريب إن شاء الله. السلام عليكم. 5 6 7 8 اصحى زاهر، 9 10 من الاول تاني، 1 2 3 4 5 افرد ظهرك يا شيخ حسن، 6 7 8 9 10 اصحى، يلا كمان مرة، 1
يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها واحنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك. يا اخي حل القرشين اللي جايين لك دول، ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشقة. يا جماعة والنبي 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 حد يكلمني ناجي بيه، انا بتاع كمبيوتر، انا لا بتاع جاري ولا بتاع رياضة، انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم. We'll be right back.
انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا يا كبير ابدا، دي تكويعه بس كده ساعه التقيله. تكويعه؟ ده انتوا السابع نومه. تعال عبد الجليل عايزك. خدامك يا كبير. كملوا التمرين. فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ يا باشا، بس بصراحه ربنا لعد ايام. وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي. بس البركه في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زماني لغايه دلوقتي مرمي في السجن. انت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانه وتخرج. نفسي اعرف ازاي. بص يا باشا، لا مؤاخذه لا يفل الحديد الا الحديد. وانا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيه يا باشا، ده الماني ما فيش زي اليومين دول. يعني انت كنت بتقطع قضبان الزنزانه من البتاع دي؟ ما لا مؤاخذه يا باشا، برضه صنعه وليها سرها. وبعدين مش كل ما مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد ايه؟ ساعة زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، وعايزين عده احسن. حتى لو كان ده القضيب اللي انت هتقطعه؟ بص يا كبير، لما اقصى حته الحديده دي حديده نظيفه وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده. لكن انا عندي الدواء كده، احنا يلزمنا منشار حدادي الماني كهربائي. ده ينفع؟ هو ده يا كبير، عظمه على عظمه. هو ده يا معلم. انا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حته. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعمليه دي ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم، ما وراكش شغلانه غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمالك يعرف انت بتعمل ايه، ولا انا كلفتك بايه. حاضر. عن اذنك يا كبير. انا نفسي افهم اشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني؟ ده جه خده من وسطنا وشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا ابراهيم، الباشا قال ما نسالش على حاجه. يا عم انا عاوز افهم. اشتغل بنص علينا، بنص علينا. يا شيخ حسن. افندم. تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني واحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة. قنبلة ايه يا سعادة الباشا؟ ما انت سعادتك عارف اني بطلت الحاجات دي من زمان. ده انا حتى بطلت على يد سعادتك وتبته لله. اسمع يا شيخ حسن، احنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لا. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وانا ما اقدرش اقول لك لا يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، احنا مش هنموت حد. انا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك ان احنا في يوم القيامة. بس بشرط مفيش شظية منها تطلع تأذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السيما دي. اذا كان على كده يا سعادة الباشا فانا تحت امرك، بس انا ليا طلبات. اكتب لي اللي انت عايزه وانا هجيبهولك، بس انا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبة السجاير. هنجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية انت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحة ما جربتش يا باشا، بس هي صعبة شوية. لا لازم تجري بيهم، حاول، استمر. حاضر يا باشا. إيه يا حسام؟ يا باشا. نطيت كام؟ 7 متر 60. لا، لازم يتكسر. إن شاء الله يا باشا، النهاردة أحسن من إمبارح.
انت بتعمل ايه يعني؟ مرن. تتمرن؟ اه. طب تعال عايزك. امشي امشي قدامك. ماشي. ها شد حالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا وانا بقول لك تعالى يا باشا. ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟